نبدأ النهاردة نناقش ظاهرة الفوتو إلكتريك إفكت، ظاهرة الكهربائية والمعالجة الكلاسيكية ليها والمعالجة الأدائية وغيرت مفهوم مفاهيم كثيرة جدا، مع إن التجربة بسيطة وسهلة ومعطياتها رائعة زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. لكن هنشوف ان هي زي الحقيقة كل انتاج الراجل ده، دايما انتاجه كان بيحط اصبعه على اسرار الطبيعة بشكل بسيط جميل. لا يمكن ان تطلب انسان تعمل هذا الرجل ابدا لو انك نسيت. طيب تعالوا بس نشوفوا ايه الظاهرة الكهربائية. الظاهرة الكهربائية لها تاريخ مخيف. أول واحد اكتشفها كان هرتز في التجربة بتاعته اللي كان بيثبت فيها صحة وجود الالكترومغنيتيك ويف، ماكسويلز ايكويشنز، كانت تؤدي إلى أن في الكترومغنيتيك ويف ممكن إنتاجها وكشفها، ولها خواص الضوء من الانترفيرنس والديفراكشن والريفراكشن والريفليكشن، وتعمل ستاندينج ويفز وما إلى ذلك. المهم هو بس اللي يهمنا في الموضوع ده إزاي اكتشف هو الحكاية دي. فبسرعة شديدة كده كان هو بيشتغل في الضلمة في ديتكت الالكترومغنيتيك ويف في الضلمه بسبارك. سبارك كده عباره عن ايه؟ كورتين كده وده معدن وده ماسكها هنا بخشبه، هنا انسوليتر، هنا انسوليتر، وده ايه؟ وده ميتال، وده سفيره. فهو عندك السورس بتاع الالكترومغنيتيك ويف كده تيجي عامله سبارك هنا. سبارك عارفين سبارك مش كده؟ فكان يشوفها في الضلمه السبارك دي. المهم لقى نتيجة لتفاصيل رائعة، وقفته 6 شهور من العمل بتاعه. لقى ملاحظة عن ان ايه؟ ان الكور دي السبارك ممكن يقوى لو نزلت عليه الترا فايلت. يعني لو انت عندك سورس اوف الترا فايلت هنا، source of UV، اوكي. طبعا ال UV source of UV زي ضوء الشمس، بس انت ضوء الشمس ايه عندك اللي عند البنفسجي فوق البنفسجي، ويكون البتاع بتاعك المنشور بتاعك من الكوارتز مش من الازاز العادي، لان الازاز العادي بيمتص ال UV، فالكوارتز بيعدي فتلاقي ال UV اشعه احنا ما بنشوفهاش، لكن هتبص تلاقي ال UV دي بتعمل ايه؟ بتعمل فاسيليتي، تلاقي السبارك يحصل بسهولة. يعني السبارك ده مثلا كان بيحدث ايه؟ لما المسافة يكون بين الكورتين دي 1/10 ملي متر، لو زودتها عن كده السبارك ما تبانش. فباستخدام اليو في ممكن يخلي المسافة بينهم 2 و3 ملي ولسه والسبارك موجود. فالالترا فايلت بتعمل ايه؟ السبارك دي ما هي الا الكترونات، ده هواء بيتحول بفعل الالكترومغنيتيك ويف هنا، والفيلد هنا يتحول الى ايه؟ كوندكتور. فالالكترو اليو في بتعمل ليبريشن للالكترونز من السطح بتاع المعدن، فيبقى في الكترونات اضافيه الى جانب الالكترونات الاساسيه اللي جايه من السيجنال، فبتكبر السيجنال. فعشان كده ده الديتكشن بتاعه. والايروني بتاع الموضوع ده ان زي ما هنشوف دلوقتي ان الفوتو الكتريك افكت دي فيما تحمل ان الصوره اللي قدمها ماكسويل للالكترومغنيتيك ويفز اللي هو ذاته اكتشفها دلوقتي ها الفوتو الكتريك افكت بتهدمها، اوكي. لان الفوتو الكتريك افكت بتؤدي الى ان الضوء ليه خاصيه جسيميه كوربسكولار بروبرتيز زي ما هنشوف دلوقتي، لكن هو كان بيثبت ان هي لها خواص ايه؟ لها خواص موجوده. بس طبعا مع الويف بارتكل دواليتي كل المشاكل هي اتحلت بعد كده. اوكي، تعالوا بس الاول نشوفوا
ايه هي الظاهره الكهروضوئيه؟ الظاهره الكهروضوئيه بقى ناس عملت بقى الفكره دي. لو انت جبت مثلا زنك، الزنك ده حطه هنا كموجود في الكتروسكوب، متوصل بالكتروسكوب اهو، والزنك ده نيجاتيف، يعني انت حاطط الزنك ده نيجاتيف تشارج ونزلت عليه يو في. طبعا لما ده نيجاتيف تشارج، الناس اللي درسين الكتروستاتكس يعرف ايه؟ يعرف لو انا عندي ده عليه نيجاتيف تشارج ده هيحصل له ايه؟ تو ليفز هيحصل لهم ان هيحصل سيباريشن ريبولشن بينهم وبين بعض. كويس؟ فلما ينزل اليو في عليها، اول ما ينزل اليو في عليها يبص يلاقي الايه؟ يبص يلاقي الشحنه السالبه في ال. اوكي؟ بيفقد شحنه سالبه، فهي على طول ممكن يجي زنك ايه؟ هو اليو في دي ليها شحنه موجبه؟ اما نضيفها تقلل؟ لا، اليو في مش مشكوره، تجربه منفصله قبل كده، اليو في مش مشكوره. واخد بالك؟ لو انت عندك انت معدن تاني مثلا ايرون وما الى ذلك، مثلا زنك حاطط عليه شحنه بوزيتيف، واخد بالك؟ فطبعا ايه برضو هتبقى كده لما تحط تنزل عليها اليو في ولا يسال في حاجه، ناطق حاجه. طبعا اللي بيحصل ايه؟ ان انا عندي هنا اليو في بتعمل ايه؟ بتطلع اللي بتحرر الكترونات من المعدن، فلما تحرر الالكترونات من المعدن الشحنه اللي فاضله على الزنك سفير دي بتقل، فتلاقي الريبانشن ايه؟ بيقل. طبعا موجب هنا اليو في عايزه تحرر الالكترونات، الالكترونات تيجي تتحرر بس البوزيتيف جه ايه؟ شدتها لورا تاني. اوكي؟ فيبقى بدات الناس بقى تدرس الظاهره دي، يعني ظاهره ايه؟ ظاهره اطلاق جسيمات سالبه من الايه؟ من الجسم اللي بيسقط عليه ضوء او بيسقط عليه اليو في. طيب احنا شرحنا ان الجسيمات دي الالكترونات اللي قال عليها جي جي تومسون. طبعا عزلوا الالكترونات دي، خدوا الالكترونات سقطوا ضوء على كاثود ويطلع الالكترونات دي، وياخد الالكترونات دي في بوتنشال ديفرنس بوزيتيف كده، وياخدها هنا ويحط بقى عليها ايه؟ الكتريك وماجنتيك فيلد. التجربه بتاعت جي جي تومسون عادي خالص، بس السورس بتاعنا دلوقتي بقى ايه؟ بقى فوتو الكترونز، يعني الكترونات جايه بفعل الضوء من معدن. فلقى الاي على الام بتاعتها هي نفسها بتاعت الاي على الام بتاعت اللي بتطلع في الايونيزيشن بتاع الجاز، فالاي او الكوندكشن بتاع الجاز الاي على الام هي اوف الكترونز. فخلاص عرفنا ان ايه؟ ان هذه الجسيمات could be identified as electrons. اوكي؟ ريت كده في حاجه؟ هو دي مفيش حاجه مشكله؟ اما تحس ان انا يعني البيس بتاع الكلام سريع اسال. اوكي؟ تعال بقى نشوف الايه؟ كل ده. طيب يا ترى الكلاسيكال ميكانكس هنا او الكلاسيكال الكتروداينامكس بتقول ايه؟ هل ده متوقع ان سقط ضوء والضوء كالكترومغنيتيك راديشن يطلع لي الكترونات، ده شيء متوقع؟ طبعا متوقع. انا عندي الكترومغنيتيك ويف، الكترومغنيتيك ويف فيها ايه؟ فيها الكتريك فيلد ومغنيتيك فيلد، والالكترون ده ايه؟ دي جسيمات مشحونه، الجسيمات المشحونه المفروض تستجيب للايه؟ للالكترومغنيتيك ويف، ممكن تستجيب بشكل انها تسيب المعدن وتطلع. اوكي، نديها طاقه. طيب المشكله بقى ايه في التفاصيل؟ المشكله في تفاصيل الايه؟ تفاصيل خواص الظاهره. هي دي اللي ادت الى النتيجه الرائعه اللي هنوصل لها في نهايه هذه المحاضره. اوكي، فركز بقى معايا شويه. تعالوا نشوفوا كلاسيكال تريتمنت. في كذا كلاسيكال تريتمنت، انا هختار لكم اسهل واحده. هاخد الفري بارت كلاسيكال تريتمنت. اوكي؟ يعني انا عندي جسيم حر، في كذا انا عملت لكم كذا كذا موديل لمعالجة التفاعل الالكترونات مع الالكترومغنيتيك ويف السلطة. منها مثلا ايه؟ الكترون مثلا موجود ممسوك بسبرينج جوه السبرينج، الكتروستاتيك سبرينج يعني. لكن انا هاخد ايه؟ بما ان اصلا الموضوع ده ما بيحصلش غير في المعادن اللي هي فيها فري الكترونز، فخلينا نتكلم يا ترى الفري الكترونز هتتفاعل ازاي مع الالكتريك. فانا عندي، بص كده يا فندم، لو انت عندك ايه؟ لو انت عندك الكترون فري، فري الكترون. اوكي؟ ففري الكترون سائط عليه ايه؟ سائط عليه راديشن الاي في بتساوي اي رو ساين اوميجا تي. يعني هاخد الساين اوميجا تي.
حيث الإينود ده الأمبليتود بتاع الـ. ماشي؟ هتقول لي فين الإكس؟ أنا واخد الإكس اللي هي الأوريجين اللي هي فيها الإلكترون. طيب فأنا عندي الإي بتساوي إينود ساين أوميجا تي، فيبقى إيه معادلة حركة الإلكترون إيه بقى؟ أدي الـ M واي دبل دوت أو M سوري دي في باي دي تي هتساوي E إينود ساين أوميجا تي. يبقى دي في باي دي تي هتساوي E إينود على M ساين أوميجا تي. خلاص يبقى إيه؟ يبقى الـ V هتساوي E إينود على M ساين أوميجا تي دي تي كامل زائد كونستانت. انا هاخد ايه؟ هاخد ان الجسيم كان سائط عليه الويف هو اترست، الالكترون ده كان جوه المعدن اترست. ماشي يا رجاله؟ فيبقى ايه؟ في از زيرو ات تي ايكوال زيرو. ده انا بقى كلام بسيط. يبقى اذا بتساوي ايه؟ اي اي نوت على ام اضرب في اوميجا هنا واقسم على اوميجا هنا، الداله اللي مفضله هتطلع اللي مفضله هتطلع ساين مي ها؟ سالب كوساين اوميجا تي زائد كونستانت. طب هاي الباوندري كونديشن بقى في بتساوي صفر عند تي بتساوي صفر، كوساين صفر بكام؟ واحد، يبقى سالب اي اي نوت على ام اوميجا زائد كونستانت، يبقى الكونستانت ده اهو بيساوي اي اي نوت على ام اوميجا. كلام سهل وبسيط خالص، سنه اولى اعدادي تعرف الكلام ده. يبقى اذا دلوقتي الفي از ا فانكشن اوف تايم، السرعه از ا فانكشن اوف تايم بتساوي ايه؟ بتساوي اي اي نوت على ام اوميجا، اخد عامل مشترك، واحد ناقص كوساين اوميجا. ده السرعه بتاعه الجسم. في ايه يا بابا؟ انا عندي الالكتريك فيلد بتاع الويف ساينوسويدال، خدتها اي نوت ساين اوميجا تي. الكتله في العجله بتساوي الفورس، الفورس بتساوي شحنه الالكترون في الالكتريك فيلد. واتس جوينج اون؟ خلاص؟ هزرنا ها؟ مفيش حاجه. ها؟ يا عم عديها، اوكي؟ هقول لك دلوقتي، اوكي؟ بص من الاخر كده، اي موديل، اي موديل للالكترون جوه المعدن هيؤدي الى النتائج اللي انا بقولها دلوقتي. انا بقول لك، انا بدات المحاضره بقول لك ايه؟ ممكن اخد جسيم مثلا تبقى فورس اوسيليشن، جسيم بيحصل له ناتشورال اوسيليشن وفي دامبنج وهطبق عليه فورس اوسيليشن، والكورس اللي انتم بتاخدوه في الاوسيليشن ده من اناليتيكال ميكانكس ده ومعادلات، بس ما رضيتش عشان مش كلكم بتاخدوا الايه؟ مش كلكم كان عاملها، مش كلكم بتاخدوا الكورس ده، فقلت خليني في الفري اسرع. ها؟ اوكي. طيب ده السرعه صح كده يا جماعه؟ تعالوا نجيبوا طاقه بقى حركه الالكترون ده، نجيبوا ايه؟ الافريج افريج انرجي اوف ذا الكترون due to ايه؟ due to the interaction with the electromagnetic wave. اوكي؟ سي بتساوي نص ام في سكوير، مش كده؟ الافرج اهو بيبقى هاف ام، وديت اي سكوير اي نوت سكوير على ام سكوير اوميجا سكوير، وبعدين ديت لما نربع ديت واحد زائد كوساين تربيع اوميجا تي ناخد الافرج بتاعها، ناقص 2 كوساين اوميجا تي ناخد الافرج بتاعها. اوكي؟ الافرج بتاع الكوساين تربيع بكام؟ بنص. الافرج بتاع الكوساين اوميجا تي بكام؟ بزيرو، مش كده؟ يو جايز نو ذات. الافرج بتاع ده بالصفر، لانه بيبقى جزء موجب وجزء سالب في البريود، وده كله موجب فتاخد في النص يبقى ده. يبقى الافرج بتاع دي بنص، يبقى نص ام اي سكوير اي نوت سكوير على ام سكوير اوميجا سكوير، واحد وواحد اثنين واحد ونص ثلاثه على اثنين اهو. يبقى 3 على 4 اي سكوير اي نوت سكوير على ام اوميجا سكوير. يبقى الافرج انرجي بتاع الالكترون، الافرج انرجي اوف ذا الكترون في البريود هيديني هذا الكلام. واضح ان الانرجي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على مربع الامبليتيود بتاع الويف اللي هي الشده. يبقى كل ما الشده بتاعه الويف تزيد كل ما طاقة حركة الالكترونات تحصل لها ايه؟ زيادة. يعني انا متوقع ايه؟ لما الكتروماجنتيك ويف يسقط على المعدن ده هيطلع لي الكترونات، الالكترونات ده هي الانرجي بتاعتها بتزيد بزيادة الشدة. يعني لو انا عندي اللمبة ده هي على بعد 10 امتار من الكاثود، لو خليتها على بعد 5 امتار من الكاثود الشدة هيحصل لها تزيد كم مرة؟
الشده من 10 ل 5 من 10 متر ل 5 متر، يعني قللت المسافه كويس، فالشده بيحصل لها ايه؟ بتزيد اربع مرات. فلما الشده تزيد اربع مرات اقدر اقول ان الايه الانرجي دي المفروض تزيد كم مره؟ اربع مرات، صح كده؟ يا الانتنسي بتاعت الويف بتتناسب مع مربع الامبليتيود. اوكي؟ وواضح كمان ايه؟ ان الفريكونسي ليها دور هنا، بس دور ايه؟ دور غريب شويه، ان بزياده الفريكونسي المفروض الايه؟ المفروض الانرجي جين تبقى اقل. اوكي؟ Which is completely against اللي الاكسبيرمنت بتقوله دلوقتي. عشان كده انا عملت الاناليسيس ده عشان اصدمك بالنتائج التجريبيه. اوكي؟ حتى تقدر اللي ايه؟ ليه الناس كانوا في حي السبايس لما الفوتو الكتريك افكت درست. اوكي؟ طيب يبقى اذا دلوقتي ايه؟ الكلاسيكال تريتمنت از اي سيد، لو انا كنت عامل مثلا الاناليسيس ده، لو عندك مثلا ايه؟ الالكترود ده احنا مش عارفين الالكترون ده جوه الاتوم مثلا في ايه، في حاله ايه ستابيليتي زي ما هندرس بعد كده، هيبقى المعادله بتاعته مثلا ام واي دبل دوت زائد او واي دبل دوت زائد 2 بيتا واي دوت زائد اوميجا نوت سكوير واي بتساوي اف نوت كوساين اوميجا تي، اللي هي الفورس اوسيليشن. لما تحلها، لما تحل تلاقي الواي ديت وتجيب منها الانرجي تبقى هاف ام واي دوت سكوير بلس هاف كي واي سكوير، في الاخر هتحصل على نفس النتائج. يعني لو هتحصل على نفس النتائج، ان ايه؟ ان الانرجي جيند برضه بيحصل لها ايه؟ بتزيد بزياده الشده، واخد بالك؟ وبتقل بزياده التردد. الانرجي بتاعي يبقى اذا ايه؟ يبقى الفوتو الكتريك افكت كلاسيكالي از اوكي اكسبكتد، ان انا احرر الالكترونات، بس المفروض الايه؟ المفروض اللي بيحصل ان الشده والفريكونسي ادوارهم تكون بالشكل اللي انا شرحته ده. طب تعالوا نشوفوا بقى الايه؟ الاكسبيرمنت قالت لي ست نتائج تجريبيه. تاني حاجه عايز اقولها تاني. طبعا انا ايه؟ لما انا بأكسب الالكترون طاقه عشان احرره من المعدن، لازم ياخد طاقه معينه عشان يتحرر من المعدن. عارفين ليه؟ لان المعدن از هول از نيوترال، صح؟ فلو عندي الكترون طلعته من المعدن هيسيب وراه المعدن ايه؟ بوزيتيف، صح؟ فلو هو طاقته ضعيفه المعدن يعمل له ايه؟ هيشيله تاني، تعالى يا بابا ارجع تاني، صح كده؟ لكن لو طاقته قويه ايه؟ يقدر يهرب من ال، صح؟ طيب فالفكره ايه؟ الفكره دلوقتي ان انا محتاج يعني الكلاسيكال الكتروداينامكس هنا بتتنبأ بحاجه ايه؟ ان في حاجه اسمها مينيمم انتنسيتي. مينيمم انتنسيتي يعني ايه؟ يعني انا لو عندي ضوء بتردد معين بيحرر الالكترونات، فمفروض اما اقعد اقلل الشده، يعني ابعد اللمبه ابعد اللمبه ابعد اللمبه، هوصل للنقطه ان الاي نوت سكوير مش هتعطي انرجي كافيه تخليه يتحرر من الايه؟ تخليه يتحرر من السطح. فيبقى في هنا اكسبكتيشن لمينيمم ايه؟ لمينيمم انتنسيتي. اوكي؟ هنجد ان ده مش موجود في 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 التجربه زي ما قلت. اوكي؟ طيب تعالوا نشوف الحقائق اللي هي الحقائق السته. في ناس بيقولوا عليها خمسه وانا بقول عليها ايه؟ وانا بقول عليها سته. هقول لكم عليها. اول حاجه for a constant V the number of electrons emitted of the cathode increase with increasing the intensity. يبقى اول حاجه، يبقى اول فاكت هنا. اوكي؟ هنا بص كده، ده التجربه اهي. انا عندي ايه؟ مثبت اللون سيم فريكونسي، يعني عندي لون احمر ولون اخضر ولون ايه، المهم الظاهره دي بتظهر فيه. وبعدين ايه؟ جيت عامل تو ديفرنت انتنسيتيز، فعند فولت معين هنا، عند فولت معين هنا هنجد الايه؟ النمبر اوف الكترونز او الكرنت. بص التجربه بتتعمل كده، ده الضوء كده اللايت بيسقط كده فبيحرر لي الالكترونات. الالكترونات ديت انا حاططها في بوتنشال ديفرنس ما بين الانود والكاثود، فايه يجي مرار للكرنت. الكرنت ده حساس قوي، هتشوفوا انتوا الجهاز الاسبوع اللي جاي بيقيس الكرنت الدقيق الصغير ده، واخد بالك؟ ويقيس لي الكرنت ده، فهنبص نلاقي ايه؟ عند نفس الفولت
نلاقي ان الكرنت بيزيد بزياده الشده. طب تعالوا كده نشوف الكيرف ده جاي منين. نفكر الاول. اولا عند شده معينه واضح هنا من العامله دي ده اسمه ساتوريشن كارنت. تيار تشبع. يعني ايه اللي هو ايه اللي بعد كده الفولت مهما تزود الفولت التيار ما يزيدش. That's why they call it saturation. طب جايه منين الحكايه دي؟ التفسير الوحيد المقبول هو الاتي. ان انا لو عندي لايت اهو انا عندي لايت اهو صار فبيحرر لي الكترونات. فعندي شده معينه بيحرر لي عدد معين من الالكترونات بير سكند. Let us call it N. يبقى N is the number of electrons emitted per second. انا ازعم ان هذا الكيرف يدل على ان هذه الالكترونات كلها مش طالعه بنفس السرعه. بعضهم سريع وبعضهم ايه؟ وبعضهم بطيء. بص كده اهو. لما الفولت ده يساوي صفر لما فرق الجهد يساوي صفر يعني ده مش موجب بنبص نلاقي فيه ايه؟ فيه الكترونات بتوصل. اوكي؟ فايه اللي بيحصل؟ اهو بص كده. انا عندي الالكترونات بتطلع اهي. الالكترونات بتطلع بعضها سريع وبعضها ايه؟ وبعضها بطيء. فالسريع بيوصل والبطيء بياخد ايه؟ بياخد مده على ما يوصل. اول ما نزلت فهو ايه والضوء برضو مستمر في التنزيل. الالكترونات اللي طالعه الموجه الثانيه من الالكترونات اللي طالعه مقابلها مين؟ مقابلها الكترونات بطيئه قبلها عامله زي ما تقول سحابه الكترونيه سالبه. اوكي؟ فلو الالكترونات ده هي السريعه هتعديها، لو الالكترونات ده هي البطيئه والجوين ذا سلو and it's if it's very slow it could get back. اوكي؟ فايه اللي بيحصل بقى لما بزود الفولت ده؟ لما بزود هنا increase the applied volt بعمل ايه للالكترونات؟ بعطيها طاقه حركه بما فيها الالكترونات الايه؟ البطيئه اللي كانت عامله لي حاجز. فنبص نلاقي ايه؟ التيار يزيد لحد ما يوصل للساتوريشن. ايه الساتوريشن في الحاله دي؟ كل الالكترونات اللي بتطلع من الكاثود في الثانيه بتوصل للانود في الثانيه. اوكي؟ وخلاص ما نقدرش نزود عن كده. يس. يا ولد ذاتس لا هذا ما ازعمه. انتظر عليا شويه هنشوف التجربه بتقول ايه. انا بقول ده مظبوط ولا لا. اوكي؟ وهنفهم الحته ديت في معادله اينشتاين. فسر النقطه ديت بشكل واضح جدا. ليه بعضهم سريع وليه بعضهم بطيء؟ انا هو صح ولا غلط؟ لا ده تجربه عمليه. دي تجربه عمليه مش بمزاجي. هذا six facts. When I say the word facts in physics means experimental facts. الثيوري ده عيش حياتي. ما اقدرش ابدا اقول الفاكتس على كلامي. لكن التجربه نعم. حقائق صحيح. يبقى اول حاجه يبقى ايه؟ الحقيقه الاولى ان الايه؟ ان زياده الشده بتاعت الضوء بيزيد عدد الالكترونات. يبقى الساتوريشن ده بيقيس العدد اللي طالع كله ما عادش في حاجه ترجع بقى. ايه بيقيس العدد اللي يبقى الشده؟ يبقى الشده بتزود عدد الايه؟ عدد الالكترونات اللي طالعه. Well, yes, we can do that. بص كده لو انا عندي الشده عاليه كلاسيكالي هتحرر الكترونات. فالالكترون افرض الالكترون ده هو متحرر من جوه مش من على السطح. ممكن هو طالع بطاقته العاليه ديت يخبط له الكترونين في السكه يطلعهم معاه. ما هو طاقته عاليه بقى. فهنبص نلاقي عدد الالكترونات يزيد بزياده الشده. وبالتالي that's not bad. The classical view is good here. اوكي يبقى اول فاكت ما فيهاش مشكله. Did you get that؟ طيب. التاني حاجه ايه هي؟ اللي هي بقى اللي هو اخونا الجميل اللي كان بيسال. بص بقى. انا بقى ايه؟
هاجي قالب البولاريتي بتاع الباشمهندس ده، هخليه نيجاتيف، هخلي الالكترونات بدل ما تقابل حاجه موجبه هخليها تقابل حاجه ايه؟ حاجه سالبه. هنبص نلاقي ايه؟ هنبص نلاقي الكرنت ال ما بينزلش بصفر على طول، وانما بيقل. بيقل ليه؟ لان انا بقول لك في spectrum of energies of the emitted electrons، فاللي طاقتها صغيره قوي اول ما احط نيجاتيف هيجي موقفها، ابو طاقه شديده هيعدي، ازود النيجاتيفيتي ازود النيجاتيفيتي لحد ما اوصل للفي ستوب، ده اسمه الفي ستوب. يبقى الفي ستوب هنا يبقى الاي في ستوب هتساوي التي ماكس اللي هي الايه؟ الماكسيمم كاينيتيك انرجي اوف ذا ايميتد الكترونز. يبقى الالكترونات لما يمسكوا الضوء بشده معينه بتردد معين بيديني اي في ستوب بتساوي تي دي، ذيس از ذا ماكسيمم كاينيتيك انرجي. اوكي؟ اتضح بقى ان الماكسيمم كاينيتيك انرجي which is very weird does not depend on the intensity. يعني الفريكونسي هو هو، لكن هلاقي طاقة الحركة الماكسيمم بتاعة الالكترونات لا تعتمد على مين؟ لا تعتمد على الانتنسيتي، which is against this analysis. مش احنا لسه قايلين لما الشدة تزيد مفروض الطاقة المكتسبة بالالكترون تزيد، هنا الماكسيمم كاينيتيك انرجي ثابتة مهما كانت شدة الإضاءة. يعني أنا ممكن أحط بتاع ده اسمه شدة ضعيفة جدا جدا، الكارنت هيقل صحيح، لكنه ايه؟ لكنه الالكترونات اللي بتكون هذا الكارنت كلها الماكسيموم كاينيتيك انرجي ليها زيها زي الايه لما تكون الشدة طبيعية. Which is very strange. We cannot explain it classically at all. Okay? طيب. نيجي لقينا بقى ايه؟ لقينا ان الدي ماكسيموم دي الدي ماكسيموم is independent of intensity of light intensity and depends only on frequency. يعني لو عملت تجربة تانية بفريكونسي تاني اهو مثلا كده، ده نفس الـ I F1 ده F2، هتجد ان الـ F2 لما الـ F2 اكبر من الـ F1 هنجد ان الـ maximum kinetic energy بتزيد بزيادة الـ A بزيادة الـ frequency which is against this. فاكرين الـ energy الـ gained by the electron classically بتقل بزيادة التردد اصلا، وده حالة ايه؟ completely opposite to what we expect from the classical treatment. Okay؟ طيب. Yes. لو ايه لو ايه؟ نفس الانتنسي. Yeah. لا لا. هقولك نفس الانتنسي هنا هنفهمها دلوقتي، بس لما نفس الانتنسيتي هنبص نلاقي لما زياده الفريكونسي هنجد ان السرعه بتاعه الالكترونات بتزيد، عيس عددهم بيزيد. This is a problematic point. خليني بعد ما نقول معادله اينشتاين هتعرف انا بقول ايه. اوكي حاضر. That's a good point. طيب تاني حاجه بقى لا دي رابع حاجه ولا ايه؟ في بقى there is a threshold frequency. Threshold frequency. ايه بقى threshold frequency ده بقى؟ F note. Threshold frequency F note بيقول ايه؟ كل معدن and this is a characteristic of the of the material of the cathode. كل ميتال في الكاثود دوت مثلا شغال بزنك شغال بسيزيوم شغال باي من هبص الاقيه ليه ثريشولد فريكونسي. لو تردد الضوء السائط اقل بسنه صغيره من الفريكونسي ده مفيش ولا الكترون واحد هيتحرك نو ماتر هاو ماتش ذا بيم از انتنس.
لا لا بص انا دلوقتي التجربه ظاهره هي عند فريكونسي اف معينه، الظاهره ظاهره موجوده كويس. في بقى تردد مثلا ده عند الازرق، عمال اغير الفريكونسي داخل في النقطه المنطقه الحمراء مثلا، ابص الاقي في فريكونسي اف نوت، اجيب اللمبه احط الفلتر واجيب اللمبه واحطها اقربها من الميتال، مهما كانت الشده عاليه مفيش ولا الكترون بيطلع. لا بس استنى، ايوه اصبر بس شويه، المهم بس خليني بس اركز في دي، خليني let me focus on this، ما تضيعش مني الحاجه المهمه دي، نقطه مهمه انا بس عايز اشوف الاهميه بتاعت الجزء ده ازاي بيتناقض مع الكلاسيكال بوينت اوف فيو. يعني دلوقتي شوفوا يا جماعه، احنا قلنا ايه؟ ان الفريكوانسي بزيادته الانرجي بتقل، ماشي. يمكن في حاجه اسمها ريفرنس فريكوانسي، في حاجه جوه في الاتوم مش عارفين انت بتعمل لي بتاع ده علم فري الكترون وبتاع، ماشي، بس يمكن الصوره دي مش ايه لما اصلا الصوره دي مش مظبوطه. لكن تعالوا معايا كده، لو انا الفريكوانسي ليه دي الاهميه الضخمه؟ ليه لو انا اف نوت ماينس ابسلون، اف نوت ماينس ابسلون صغيره قوي، واجيب السورس ومش هحط، لا احط 900 مليون لمبه جنب الميتال ولا الكترون واحد هيطلع؟ ليه يعني؟ خلاص يعني معقوله يعني؟ it doesn't make sense at all انك انت ايه اتفضل. No, مفيش وقت كتير ولا حاجة، الظاهرة دي simultaneous. Once simultaneous in the classical, in the experimental language يعني. يعني once you turn the lamp on, تبص تلاقي الإلكترونات تيجي طالعة على طول في الفوتو إلكتريك إفكت، ماشي؟ التايم لاج is another issue. استنى بس. فأنا دلوقتي إيه؟ حتى لو أنا عندي، مثلا ريزونانس فريكونسي، ريزونانس فريكونسي ده إيه؟ ريزونانس فريكونسي الريسبونس بتاع السيستم يبقى عالي عند تردد معين، هنا العكس، عند تردد معين الريسبونس بيموت. ف there is no resonance here. And in fact احنا بعد كده هنبص نلاقي ان التي ماكس بتتناسب مع اف، يعني طالما اف از بيوند اف نوت، يعني الاف كل ما تبقى اف اكبر من اف نوت، هنبص نلاقي الكاينتيك انرجي بتاع الريليس او الليميتد الكترونز بتزيد بزياده الفريكونسي. فيعني لو في ريزونانس ثينج، انت المفروض في الريزونانس كل ما نبتعد سواء بالزياده او بالنقصان عن منطقه الريزونانس الريسبونس يقل. لا هنا العكس، اوكي؟ فهي ما تقدرش تفسرها بالايه؟ ما تقدرش تفسرها بالكلاسيكال ثينج، اوكي؟ اخر حاجه بقى، اخر فاكت اللي هو مفيش تايم لاج اللي اخونا كان بيقول عليه. There is no time lag. يعني ايه تايم لاج؟ تعالوا نشوف. ركز بقى معايا عشان الحته ديت شويه ما بتاخدش حقها في المراجعة. ماشي يا محمد؟ بتقولوا ايه؟ تعال اسالني انا اشطر منه. بص. انا سالتها لك No time lag. No time lag experiment يعني ايه؟ once you turn the light on تبص تلاقي ايه؟ الاميتر اي بي ار على طول ما يستناش. طب تعالوا نشوف ديت يعني ايه؟ معضله ليه بالنسبه للكلاسيكال؟ بص يعني انا دلوقتي experimentally اوكي؟ experimentally انا اقدر اقيس، بص بقى خلي بالك، اقدر اقيس الانرجي شده البي، احط ثيرموبايل واشوف الريد زي ما كنا بنشتغل في البلاك بودي راديشن وقيس الريدنج بتاع الكارنت مش عارف، هنعرف ايه كميه الطاقه اللي ساقطه على وحده المساحات في الثانيه قد ايه. صح كده؟ يبقى باور انسيدنت بير يونت اريا وي كان ميجر ات. اوكي؟ طيب يبقى اذا ايه وي كان ميجر انرجي بير يونت تايم بير يونت اريا. طيب يا عم انا عندي
من وجهه نظر الالكترومغنيتيك ويف انا عندي الويف وهي ماشيه ليها حاجه اسمها ويف فرونت. الويف فرونت ديت الالكتريك فيلد عمال يتزقزق في كل النقط ديت الويف فرونت نفس الشكل. فكان الانرجي متوزعه عليها توزيع هوموجينيس. اوكي؟ فانا عندي التوزيع ده اهو اقدر اجيب بما اني عارف الطاقه اللي ساقطه على وحده المساحات اقدر اجيب الطاقه اللي ساقطه على وحده مساحه 1 اتوم. مش انا عارف نصف قطر الاتوم؟ صح؟ نصف قطر الاتوم عارفها من الحاجات الثانيه من الثيرموداينامكس. اقدر اجيب باي ار سكوير هيبقى المساحه. فنقسم ايه؟ نقسم الطاقه اللي ساقطه على وحده المساحات على على العدد بتاعه الاتومز ديت اقدر اجيب الطاقه اللي ساقطه على الايه؟ الطاقه اللي ساقطه على وحده على الاتوم. يبقى كان كالكوليت ذا انرجي انسيدنت بير اتوم. انا عارف ان الالكترونات المنفصله ديت بتنتمي لكل واحد فيهم بينتمي لاتوم معين. انا مش عارف الميكانيزم اللي ايه ان الضوء بيدي انرجي للالكترون. ما قالوش كده. بس المهم الانرجي ده اهي بتعطى للاتوم والاتوم سام هاو بتيجي مديها لاحد الالكترونات او يطلع. ماشي؟ فانا دلوقتي ايه؟ انا عارف الطاقه بتاعت الالكترون الواحد اللي بيطلع. بقيسها. يعني الفي ماكسيمم بجيبها ايه؟ بالاي في ستار. فدي بتتقاس، فانا عارف طاقه الالكترون. طاقه الالكترون، كويس؟ طاقه الالكترون دي ايه؟ جايه من الطاقه اللي الاتوم خدتها في فتره زمنيه ممكنه. صح كده يا جماعه؟ الطاقه دي بتبقى في حدود الالكترون فولت. انرجي الكترون فولت، يعني مثلا 2 3 الكترون فولت وما الى ذلك. وعارف انا شده الايه؟ شده الانرجي، فاقدر احسب ايه؟ الزمن التايم اللازم للضوء انه يسقط على الاتوم الواحده عشان يكون كميه الطاقه ديت اللي خدها الالكترون وانطلق. ما انا عايز احمد بالعقل بقى. انا دلوقتي كلاسيكال اهو، انا عندي انرجي، انا عندي الكترومغنيتيك ويف، وبص النقطه ايه؟ الانرجي متوزعه ايه؟ هوموجينيسلي اون ذا سيرفيس اوف ذا ويف فرونت. كويس؟ ده كلاسيكال بوينت اوف فيو. والاتوم كل واحده فيهم ليها ايه؟ ليهم مساحه مقطع كده. فاقدر اجيب ايه؟ الطاقه اللي ساقطه في وحده الزمن على الذره الواحده. وعارف الالكترون اللي بيطلع طاقته قد ايه؟ اقدر اجيب عدد الثواني اللي الطاقة الضوء ده هو محتاج ينزل بيها على الاتوم علشان يكون كمية الطاقة اللي تطلع لي بها الالكترون متحرر دي. ماشي كده؟ فلقوا ان الرقم ده هو ما هواش زيرو او very small amount of time. In fact some calculations for a very small faint source يعني low intensity we could wait for one year for the atom to save energy to free one of its electrons with that energy released. ناس ثانيه اقول لك ايه؟ يعني ما تبقاش يعني حنبلي قوي، خد الايه؟ الانرجي العاديه الانتنستي العاديه بتاع السورس لما تيجي تجيبها تلاقيها بالمينتس. يعني يو هاف تو ويت مثلا ربع ساعه، يعني تشغل الضوء كده ربع ساعه وبعدين يبدا الالكترون تتمخطط وتطلع. اوكي؟ لكن الاكسبيرمنت بتقول ايه؟ There is no time lag. As you can see انا فصصت الفشل الكلاسيكي علشان لما اديك المعادله بتاعت اينشتاين اللي حل بيها القصه تقدرها. اوكي؟ تعالوا نشوفوا الراجل ده عمل ايه عشان يحل كل المشاكل دي. طبعا المشاكل دي كانت ايه؟ كانت عالقه وهنجد ان هي ايه؟ ان هي ليها كمان بريدكشن. لها بريدكشن اكسبيرمنتال بريدكشن اتثبت سنه 1916. المعادله دي اتقدمت بتاعت اينشتاين سنه 1905 نفس الفوليوم بتاع السبيشال ثيري اوف ريلاتيفيتي والبراونيان موشن والفوتو الكتريك افكت نفس الفوليوم بتاع جوردن. فهو يعني ايه 1905 امريكان عمل لها التجربه 1916. فانتظر معايا شويه. يا ابني I am in full control here. I know better than you. Okay. اي سؤال قبل ما نخش على الراجل العظيم؟ ازاي بيحصل الدبل لاج؟ This is a good question. I'm gonna say it again.
وكان دي هتبقى احد المسائل في الهوم ورك يعني. احنا بقول لسيادتك يا بنتي بتقدري بجهاز عملي تعملي في سكه الضوء تقدري تجيبي الطاقه اللي سقط عليه في وحده الزمن صح؟ اوكي زي ما عملنا في الفكره دي الشده بقيس الشده اوكي؟ طيب حاجه اسمها ثيرمو بايل اسمها اسم الشده دي واحنا كده حاطين البتاع ده فايه المعدن ده عباره عن ايه؟ المعدن الصوليد من وجهه نظرنا عباره عن اتومز باك كلوز تو ايتش اذر قريبه قوي اهي قريبه من بعضيها اهي 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 كويس؟ فايه؟ فهنقوله ايه؟ ده كده احنا ايه؟ احنا كده متسامحين خلي بالكم هقول لكم دلوقتي يعني فانا واخد مساحه الاتوم اللي ايه؟ نشوف اذا كنت انا عندي الانرجي اللي ساقطه هنا في الثانيه على المساحه دي كلها وانا عارف نصف خطوط ده ار وكلهم لازقين جوه بعض اقدر اجيب الانرجي اللي ساقطه في الثانيه على ايه؟ على مساحه مقطع الايه؟ الكره اللي هي الاتوم ماشي؟ فالاتوم دي هتاخد الانرجي دي وتديها لاحد الالكترونات هيدفع بيه ماشي؟ فهتقول لي ايه؟ هقول لك بقى ايه؟ الالكترون ده بيطلع بطاقه انا قايسها برضه بالتجربه مفيش ثيريتيكال بريدكشن هي اهو ب 3 الكترون فولت مثلا فلما انت عارفه الشده وعارفه الطاقه بتاعت الالكترون المتحرر تقدري تحسبي الزمن اللازم فور ذس انرجي تو فورم اون 1 اتوم علشان تطلع لي الطاقه 3 الكترون فولت دي فلا الرقم ده طويل جدا ذاتس ذا هول ايديا ان فاكت احنا دلوقتي تقول لي اتوم ايه انت مش لسه كنت عامل لي الكترون يعني انت ايه بص يعني انت لو خدت الكترون واحد بقى لو خدت انت الويب هنا الكترون واحد هيبقى مسافه المقطع بتاع الالكترون كلاسيكال يعني ايه اصغر واصغر فمش هتستنى سنه لا ده انت هتستنى اماد حتى يخرج بالالكترون كلاسيكال يعني احنا كنا ايه كنا كرماء معكم واعتبرنا مساحه الذره هي اللي هتاخد الانرجي وصم هاو ويل ديليفر ذس انرجي تو وان اوف اتس الكترونز هتقول لي يعني اقول لك يعني لو انت وان الكترون ده خد بقى الكروس سكشن بتاع الالكترون وعيش حياتك بقى هيقعد سنين طويل المساحه بتاعت الالكترون بالنسبه لمساحه البتاع ده شوف قد ايه بقى هياخد فتبقى الزمن ايفن لونجر ماشي طيب يس تصور ان كده السطح مدروس الكترونات جنب بعضين اوكي بس لا الصوره مش كده ماشي تعالوا بس نشوف بقى ايه نشوفوا الراجل عمل ايه الراجل كان لسه بلانك كان قايل ايه تفتكروا بلانك كان قال ايه ان الراديشن اميتد بشكل كوانتايز يا اما اتش نيو يا اما 2 اتش نيو يا 3 اتش نيو 4 اتش نيو علشان الاوسيليتورز في الوول اللي احنا اتفقنا الكلام اللي احنا قلنا عليه ده في الابزوربشن فهو بقى ايه؟ انسان قال لا بص اتس نوت اونلي ذا راديشن ذا ايميشن اللي فيه كوانتايزيشن زي ما بلانك قال وانما كمان في الابزوربشن يعني الصوره اللي انا كنت بقولها دي ان الويف متوزعه الانرجي بتاعت الويف متوزعه ايفنلي homogeneously on the wave front is completely wrong. The energy بتاعت الويف is localized, so localized. يعني لو انت عندك ده الويف فرونت هنا هبص الاقي الانرجي بتاعت الويف بتبقى كانها نقطه بالشكل ده. كل واحده من دول ليها انرجي اسمها اتش نيو. This quantum اتسمى بعد كده فوتون اللي سماه كومبون سنة 26 الكوانتم بتاع الراديشن هنا is well localized لدرجة ان هو will give itself up to the electron فيجي الالكترون واخده يعني اول ما يسقط هنا على الالكترون يجي الالكترون واخده هنا بحيث اتش نيو تساوي الكايناتيك انرجي تي زائد الايه زائد الفاي فاي دي عباره عن ايه حاجه اسمها ورك فانكشن الورك فانكشن دي
في شغل مبذول we have to perform a work to free a particle ده الكترون من سطح الايه من سطح المعدن وده عباره عن كاركترستيك للايه للمعدن ممكن نحدده بطرق اخرى حاجه اسمها thermohydric emission وما الى ذلك يعني it's a constant that could be determined using different techniques but anyway اللي بيحصل هنا الفوتون اهو الفوتون بينزل اتش يو يدي طاقه الحركه تي زائد فار طاقه الحركه تي ديت طاقه حركه الالكترون بس انت كده معناها بما ان كلهم ليهم نفس الاتش يو يبقى مفروض كل الالكترون تطلع بنفس الايه بنفس الطاقه مش الفاي ذا سيم يبقى المفروض دي ذا سيم يقول لك اه بص بقى الاخ اللي كان بيسال ممكن الضوء ده الفوتون ده يكون اخترق هنا وطلع لي الكترون من جوه حرره فالالكترون in its way out of the metal could collide with other atoms and electrons and get out with less energy وبقية الطاقة تتحول لحرارة يبقى اذا ايه يبقى T maximum ده هي بتيجي لما ايه لما الالكترون يتحرر منين من الفري السطح اللي فوق خالص يبقى من الحرارة من السطح اللي فوق خالص يديني الايه يديني الطاقة فالتوزيع ده جه من هنا يبقى ايه H nu بتساوي T اللي هي بتتقاس ازاي E V دلوقتي دي ماكسيموم اهي I can say it's T maximum دلوقتي the rest of T goes as heat to the air to the cells أو side cells okay لا 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 الفاي ديت الفاي دي خاصية بس انا عندي المعدن اهو المعدن اهو اوكي عشان احرر الكترونات من المعدن اوكي the work needed to free the particle inside its equipotential volume اوكي فانا عشان ابذل مجهود اطلعه من جوه الورك ده از ذا سيم انا ماليش دعوه بالحراره دلوقتي الحراره دي حاجه ثانيه الحراره هتاخد في الاعتبار اوكي فيبقى اي في ستار زائد الايه زائد الفاي اتش نيو يعني كده لو رسمنا العلاقه بص كده الكلام بقى اهو لو حضرتك رسمت العلاقه ما بين الاف او الفريكوانسي او النيو اهو ادي النيو يس وادي الفي ستوب هنا اوكي فانت عارف ان ايه الفي ستوب اهي هتساوي اتش على اي نيو ناقص فاي فاي على اي صح يا جدع؟ فالمفروض بص بقى الكلام اهو ده اللي هو ايه الفي ستار عندي ايه؟ الو؟ I guess you said 10 minutes, right? Is it 10 minutes left? Okay. طيب ماشي ماشي يا حبايبي يبقى اذا ايه بص كده جميل انا بقى ايه انا عايز اجيب طبعا ديت اللي هي ال تعالى نشوف هنا التي ماكس هنا اوكي لما الاف لما الفريكوانسي نيو بتساوي نيو نوت sometimes I say نيو sometimes I say اف right نيو از ذا فريكوانسي اند اف از ذا فريكوانسي بليز يعني معلش استحملني من شويه لما الفريكوانسي بتساوي النيو نوت اللي هي بتساوي اتش نيو نوت بتساوي الفاي اوكي هتبص تلاقي ايه هتبص تلاقي الفي ستوب بكام الفي ستوب زيرو اوكي الفي ستوب زيرو يعني يبدا من هنا في الحاله ده هي ايه في الحاله ديت بعد كده الفريكوانسي يقدر يطلع لي ايه يقدر يطلع لي فري الكترونز فاف يو اف يو اف يو بوت ذس ثينج هير فور ميتال 1 ميتال 1 بص فاي اهو فاي ده كاركترستيك للميتال اهو الثاني ميتال 2 ميتال 2 اهو الفاي بتاعه كاركترستيك للميتال لكن الايه لكن السلوب اخباره ايه؟ السلوب اتش على اي سو اتس ذا سيم سلوب اتش على اي يبقى اذا يبقى هنا في بريدكشن من المعادله بتاعت اينشتاين بيقول ايه؟ لو انا اشتغلت بديفرنت كاثودز ديفرنت ميتالز ورسمت العلاقه
ما بين الفي ستوب والفريكونسي مفروض كل ميتال يديني لاين. هذا اللاين له نفس السلوب لجميع الميتالز. الانترسكشن بتاعته مع الـ مع الاكس اكسس هيديني نيو نوت 1 نيو نوت 2 اللي هي الـ الثري شولد فريكونسي الاولاني الثري شولد فريكونسي الثاني، وتقاطعه مع البتاع ده اللي هو اسمه هيديني فاي 1 على اي فاي 2 على اي وما الى ذلك اللي هو الايه اللي هي الورك فانكشن. والتجربه اثبتت الى كل الديتيلز بتاعت المعادله دي دلوقتي تقدر تفسر لي يعني مثلا عدم وجود تايم لاج. عدم وجود تايم لاج ايه؟ ان انا عندي ايه؟ ان انا عندي دلوقتي ال 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 وعدم وجود انتنستي منهم. انا عندي الانتنستي لما عندي ويف من الفوتونز او فريكونسي نيو معناها ايه؟ معناها عدد من الفريكونسي بيج لو الانتنستي كبير وسمول لو الانتنستي صغير. كل واحد فيهم هيتفاعل مع الكترون وايه؟ يبقى سنجل فوتون الكترون افكت. ما يهمش الشده بس بتدل على العدد فبتطلع لي الالكترونات بنفس الانرجي. ما يهمش ايه؟ ما يهمش اذا كانت الشده عاليه ولا الشده واطيه. شايفين النقطه المشكله بتاعت الكلاسيكال اتحلت بسهوله شديده ازاي؟ مثلا حكايه التايم لاج. التايم لاج انا عندي اول ما يو تيرن ذا لايت اون وينزل البتاع ديت الفوتونز ديت مركزه اتس فيري ويل لوكالايز فمش حكايه الايفنلي ديستريبيوشن دهيت اوف ذا انرجي از نوت كوركت. فهنبص نلاقي الانرجي لوكالايز لدرجه انها تقابل الكترون واحد يمتصها ويطلع. اوكي يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا التايم لاج اتفسرت، الديستريبيوشن بتاعت الانرجي اتفسرت، الفي ستوب لكل فريكونسي متفسره. ايه تاني؟ So everything is well done بمعادله اينشتاين. وطلع فيها بقى ايه؟ طلع فيها ان اللايت او الالكترومغنتيك راديشن از emitted with a quantum character as Planck say and also it's absorbed quantized part. يبقى ايه اتش دي؟ بس هنا الكوانتايزيشن بتاعت اينشتاين از different from the quantization of مين؟ of Planck كان بيقول ايه؟ ان الانرجي تبقى ممكن تبقى ايه؟ 1 اتش اف 2 اتش اف 3 اتش اف. ايه الواحد والاثنين والثلاثه دولت؟ الانرجي الامبليتيود بتاع الالكتريك فيلد بتاع المود يكبر يصغر واخد بالك؟ لكن هنا في اينشتاين الواحد والاثنين والثلاثه دول ايه؟ عدد الفوتونات. يعني فاهم قصدي؟ كل واحد منهم له نفس الانرجي اتش اف لكن لما يبقوا 2 فوتونز يبقى الانرجي 2 اتش اف عشان في 2 بارتكلز. اوكي؟ يبقى upon absorption the light is also quantized and upon emission the light is quantized according to Planck. However for the electron type عرفنا دلوقتي الفوتون وهو طالع quantized، الفوتون وهو absorbed quantized. طب وهو ماشي في البروباجيشن بتاعته؟ في البروباجيشن بتاعته في مشكله ضخمه. We have to apply the wave character في البروباجيشن اوف لايت. Which is really weird. We have to explain. خلي بالكم الانترفيرنس لسه موجود، الدفراكشن لسه موجود ما اختفاش. It's still here. As I told you في المحاضره العامه اللي كانت قبل كده اهو انا عارف مايكروسوفت انترفيرومتر ها؟ ادي الانترفيرنس هنا ابص لها ايه؟ لو الباث ديفرنس ما بين الاثنين دول لامدا على 2 مفيش ولا فوتون هيجي هنا. لو الباث ديفرنس بينهم لامدا الفوتونات كلها هتيجي هنا. فانت لو بصيت للفوتونات ادي فوتون جاي احتمال انه يعدي نص واحتمال انه ينعكس نص واحتمال انه يعدي نص. لو تتبعت اللي هو ايه؟ اللي هو انعكس هينعكس كده تاني وهو جاي بقى وهو جاي ينعكس كده يمشي كده. لو الباث ديفرنس ما بين الاثنين دول لامدا هيعدي. لو الباث ديفرنس ما بينهم لامدا على 2 مش هيعدي هينعكس بحيث يديني شده اضاءه زيرو. طب هو مش عرفني. اوكي زي ما انتم شايفين الويف بارتكل دواليتي بدات تظهر هنا ان انا الويف بروبرتيز بتاعت الفوتون is there to explain the diffraction interference etc. polarization او ما الى ذلك.
البارتيكل كاركترستيك اوف ذا فوتون از ذير بيكوز ات از ايميتد ان بولسز اور كوانتا اند از اولسو ابزوربد از ا كوانتا. اوكي هنتعرف بقى بعد كده على الويف بارتيكل دواليتي لما نتكلم على الايه على الاذر بارتيكل.